اللي جاي مثلا عايز يشتغل في اي شغلانه، خباز، سباك، نجار، مهندس، دكتور، وماشي في حاله مع عيلته او مش مع عيلته بس ماشي في حاله، محدش بيكلمه هنا، وهيعيش حياته زوينه وما كاينش اللي يتكلم معاه. انا كان عندي صاحبي هنا عايش معايا عامين سنتين، ما عندوش ورق، عامين هو عايش هنا ما كيديش، ومحدش كلمه ما دام هو ماشي في حاله، ما عمر له بيوقفه. ست مثلا تنفع تمشي عادي بالليل، ما فيش حد بيكلمها، حدش بيعاكس، ما حدش بيحاول يطول ايده في الوحده الليل، في الجوج، في 12، في اي وقت خرجتي في اندورا، واحده بالليل، اثنين بالليل، ما فيش مشاكل. هنا ما فيش جريمه، انا في اندورا ما عمري سمعت شي واحد راه قتل شي واحد، ما حدش قتل حد. ناس كتيرة بتسألني ليه هاجرت أندورا واتجوزت فيها. الفيديو ده فيه أسباب كتير قوي، من أهمها الأمن والأمان، يعني تسيب محفظتك في الشارع محدش يلمسها، وتسيب مراتك أو بنتك لوحدهم ومحدش عاكسهم. أهلا بيكم كلكم في فيديو جديد. احنا هنا في إمارة أندورا، واحدة من أغنى دول العالم وأوروبا، ومن أأمن دول العالم كله، تعتبر إن هي يمكن أكتر دولة أمان في أوروبا كلها. احنا هنا في العاصمة أندورا ديلافيل، اللي هي أعلى عاصمة في أوروبا كلها. معنا بدر صديقي هيحكي لنا أكتر عن الأمان هنا في أندورا. احكي لنا ايه، انا سمعت ان اندورا من امن البلاد يمكن في العالم، وامن مدينه او امن دوله باوروبا. اوروبا اي نعم، اندورا الامان الامان الامان. لاندورا تقدر تبقى الشنطه ديالك، تقدر تبقى العربيه، الطوموبيل، كل واحد كيفاش كيسميها. عندنا حنا في البلاد العرب السياره ديالك تقدر تخليها 3 ايام 4 ايام ما كاينش اللي اديها. يعني العربيه بتاعتك لو واحد جرى كان عربيته في مكان وفيها حاجته جوه شنطته، حاجته الامان 3 4 ايام، اسبوع ما فيش اللي يوصل ليها، ما فيش حد يكسرها، ما فيش حد. لا لا لا، اندورا الا كسرتي الطوموبيل او الاشفرتي بحال هكاك على طول فرد اندورا، على طول فرد اندورا، يعني على طول بيطردوه برا اندورا. اندورا دي التامين. يعني انا دلوقتي لو سبت شنطتي مثلا بالشارع هنا تقدر تبقاك هنايا شحال الوقت، يقدر يلقاها شي واحد يعطيها للبوليس. لكن مش هياخدها لنفسه. لا يعني اللي حيلاقي الشنطه بتاعتي حتى لو فيها كاميرات، حتى لو فيها شيء اخره، بياخدها بيديها للبوليس. للبوليس. يا سلام، ده ايه الحلاوه دي. اندورا الحاجه الوحيده اللي فيها زوينه هو هذا، هو الامان في اندورا. يعني انت دلوقتي العربيات عمرها ما بتتكسر، الشنط ما بتتسرقش. طيب افرض دلوقتي مثلا انا نسيت الموبايل بتاعي هنا، راح يحصل ايه؟ يقدر يبقى هنا تقدر عند البوليس. على البوليس برضه؟ اه، تقدر تخليه في كافيتيريا بحال هكا في قهوه، تقدر تلقاه داخل عند الاخر. يعني لو سبت الموبايل على الكافيه حلاقيه على الكافيه. على الكافيه، تقدر تخليه على الطبله على برا وهم يدخلوه للداخل. برا يعني لو سبت الموبايل على الترابيزه كده؟ هذه المره ديالي اللي وقع على هذا الشيء، هذا خلاته في البار، من جينا لقيناه داخل في البار محطوط. يعني انت سبت حصلت معاك انت شخصيا؟ حق الله، دخلت المره ديالي ماشي ليا، المره ديالي. المراد مراتك؟ مراتي. مراتك في الدار كنلقى يطلع على التليفون، فين هو التليفون؟ كنعيطوا عليه كيجاوبني الدري اللي خدام لداخل. يا سبحان الله، مراته لقيت الموبايل، سابت الموبايل بتاعهم في الكافيه او في البار. وبعديها لما روحت البيت ما فيش مشكله، كلمته جابوه لك. والله اكثر من ساعتين لما قال، اكثر من ساعتين لما قال لي داس على التليفون، كنعيطوا كنلقيناه باقي عند السيد الداخل محطوط. مشينا زينا التليفون، جينا عادي. واو. اندورا المشكل ديالها تكون انت مزيان تبقى عايش في اندورا، بلاد الامان، توقع لك دير انت المشاكل على طول فوردي اندورا. ايوه، اللي جاي مثلا عايز يشتغل في اي شغلانه، خباز، سباك، نجار، مهندس، دكتور، وماشي في حاله مع عيلته او مش مع عيلته بس ماشي في حاله، ما حدش بيكلمه هنا، وهيعيش حياته، يعيش حياته زوينه وما كاينش اللي يتكلم معاه، يبقى عايش هنا في اندورا. يساعدوه بحال دابا مثلا اللي ما عندوش اوراق يخدم هنا بلا اوراق. مثلا في كاين وطريس بحال دابا في خدام انا وطريس بعدي شويه في الجبل كيخدموا بلا اوراق، فهمتيني، كيخدم تيصاوب الاوراق ديالو. علاش؟ على خاطره. المهم اندورا الحاجه الوحيده اللي فيها اللي بغيت اختصار الكلام، يجي معقول. ايوه، مش لازم لغه، مش لازم شيء، بس بيجي بيبقى هو محترم ومعاه مش لازم الاسباني. اندورا من جيتي انا اول مره انا ما كنعرفش نقول اولا. ما تعرفش تقول اولا؟ يقول لك انا جيت اول مره ما اعرفش اقول اولا اصلا. والله ما كنعرف نقول اولا ما كنعرفش نقول اولا. واشتغلت وكل شيء، ما الدنيا مشيت وخدمت ودخلني في الكوزينه وخدمت معاهم في الكوزينه، مدوز حاجه في الكوزينه. ما شاء الله ما شاء الله. في واحد صديقي لقى واحد التليفون، لقى تليفون في الزنقه، فهمتي؟
بقيت تسنى مولك التليفون يعيط لي بالزنقة عشان ده مغربي بس يا جماعة. زنقة يعني شارع، يقول لك زنقة زنقة يعني شارع شارع شارع، لقاه في الشارع باش يعطيه ليه باش يعيط مولاه باش يردوا ليه. كيت سنة واحد شيء باش عيط للبوليس ولا هو البوليس معايا اللي هو في النمره ديالو باش يعطيوه. يعني يعني صاحبك لقى الموبايل في الشارع فاخده معاه عشان يكلم صاحبه ويستنى صاحبه يكلمه، صاحب مول التليفون يعيط يكلمه. ايوه او البوليس معايا اللي هو قال لك التليفون الفني رجعوا لي. البوليس كلم الراجل اللي اخذ الموبايل على تليفون الراجل مش على تليفون الموبايل اللي هو ضايع، على موبايله هو، يعني عرفوا من نتوركس هو فين وكل شيء وكل شيء. انا ندور لي حاجه الوحيده اللي فيها ندور صغيره بزاف. ايوه صغيره خالص، صغيره بزاف، فكل حاجه متشافه كل حاجه معروفه. مرأة. ايه القانون باندورا ان هو يخلي عشان ترتاح وتعيش تمام في اندورا؟ ايه الحاجه اللي انت فوت تعملها تكون تمام صح. ما تعملش مشاكل، ما تعملش مشاكل. انا قلت لك انا كنعيش هنا 11 عام من 2010 11 سنه انا اي 11 سنه وانا هنا في اندورا. من 2010 جيت لاندورا ما عمر البوليس وقفني على الطريق حتى على الكارني ديال الطوموبيل. يعني ما فيش مره البوليس وقفك لاي شيء ولا حتى على الرخصه ولا على اي حاجه؟ مره واحده كيوقفوا لي كتهضر في التليفون، انا مخالف كنهضر في التليفون، ما نزلوا لي ما والو، قيدوا لي الله يعاون. ما عمر باحترام ما عمر البوليس وقفني هنا في اندورا. واو، يقول لك المرة الوحيدة في 11 سنة اللي البوليس عمله كان هو غلطان، كان بيتكلم بالموبايل وانت سايق. والله الذي بس كده سبحان الله. عمر البوليس مديت الكارني ديال الفيلم ديال يعني مش عنصريين، مش بيشوفوك انت شكلك عربي يوقفوك اكتر من الناس. لا 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 11 عام والله وقفوني مرة واحدة اللي انا اللي درت فيها المخالفة، ما ديرناش ما ديرناش واحد. يعني شدوني ما عمرش البوليس يهضر معاه، ما غير اللي بغيت البوليس حدا يمشي عند البوليس. انت تروح للبوليس تعمل شي حاجتك ورقه خدتني كاميرا بسرعه ديال السياره مشي نخلص مخالفه اللي شفت البوليس. ايه اما هما وقفوني في اندورا، والله ما عمر وقفوني في اندورا. يقول لك البوليس هنا ما عمره وقف حد غير لو انت غلطان، لو غلطان البوليس بيوقفك، لو مش غلطان الدنيا ماشيه تمام. تمام، ما يعديش كده بالشارع يشوفك كده يجي يكلمك يقول لك انت بتعمل ايه هنا وريني ورقك بتاع. لا وانا كان عندي صاحبي هنا عايش معايا عمايل سنتين ما عنده ما عندوش ورق قاع. ما عندوش ورق كمان، ما عندوش ورق، عامين هو عايش هنا ما كيديش وما حدش كلمه مادام هو ماشي في حاله. ما عمر البوليس وقفه. واو، انا في اسبانيا دابا عايش، عايزين ورق هذا الورق ديال اسبانيا، عايش في اسبانيا. هنا في اندورا ما عمرش البوليس يوقفه قاع، تفوت المشكل ديالو مشى بحالته الله يعاون. ال- 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 يعني المثل بيقول امشي عدل يحتار عدوك فيك، ده معمول باندورا هنا. هذه اندورا امشي عدل، ما فيش حد يقدر يكلمك في اندورا. هذه اندورا. واو، طيب بالنسبه للامان للاطفال للستات، يعني انت بتقول انت متجوز عندك اطفال، الست مثلا بتنفع تمشي عادي بالليل ما فيش حد بيكلمها، حدش بيعاكس، ما حدش بيحاول يطول ايده في الوحده الليل في الجوج في 12 في اي وقت خرجتي في اندورا واحده بالليل اثنين بالليل ما فيش مشاكل تمشي في الشارع وحدش بيكلمك؟ المرأة بوحديتها تمشي، بنت بوحديتها يمشي بوحديتها اللي كان، ما كاينش شي حد يعكسها ولا يوقفها ولا يهضر معاها. واو، الا راه وقفتي انت شي وحده بحال مشيتي توقفتي شي وحده وعيطت للبوليس ديري كامين تي فورا. ايوه لو انت عكس واحده البوليس برضو بيطيرك برا اندورا، فورا دا اندورا. القانون هنا عندهم اي حاجه تعمل حاجه غلط يقول لك فورا دا اندورا، يعني اطلع برا اندورا. حاجه اللي كدير حاجه اللي غيروا بك على اندورا كيما قلت لك قبيله، مثلا كتشفر كتسرق كتزور كدير شي حاجه اللي هي مزوره. لو انت سرقت، لو انت زورت ورق، يعني الناس اللي بتقدم هنا مثلا جايين عايزين يشتغلوا باندورا او عايزين يعيشوا باندورا، ما دام ورقهم سليم مفيش حد بيوقفهم. لكن لو مزورين ورق فرد اندورا، فرد اندورا هو على طول كده، ده القانون فرد اندورا. اي حد يعمل حاجه غلط بيقول لك يا باشا احنا مش هنقعد لسه نعمل، ان احنا اهم حاجه عندنا هنا تمشي عدل يا فرد اندورا، اطلع بره البلد روح شوف لك بلد ثانيه عيش فيها وهيس فيها واسرق واعمل اللي انت عايزه. هنا في اندورا الموضوع سهل جدا، يعني موضوع القانون سهل، تمشي كويس او فرد اندورا او اطلع بره اندورا. بدر انا ما شفتش شحات واحد في اندورا، يعني انا لغايه دلوقتي في كل حته بروحها ما شفتش واحد بيشحت، ما شفتش زي مثلا فرنسا واسبانيا وكل بلاد اوروبا فيها شحاتين كتير وقاعدين. لا انا في اندورا هذه الحاجه الوحيده، هذه الحاجه الوحيده اللي ما عمري شفتها في حياتي 10 سنين وانا هنا في اندورا، ما عمري شفت شحاتي شحات واحد ما شفتوش. لا ما عمري شفت شي واحد. ليه مانعين يعني الشحاته؟ ممنوع، ممنوع عيني يبقى شي واحد هكا في الزنقه ولا بحال دابا يقدر ينعس في الزنقه ولا شو ما عرفتش. شي واحد بحال دابا فرنسا مشيت لفرنسا كينعسوا الناس في الزنقه. يعني في فرنسا بيشحطوا بالشارع عادي، لكن هنا لو احنا وينعسوا يعني شوف صح، ما يعني فيش ناس كمان بتنام في الشارع هنا. واسبانيا لقيت الناس كينعسوا في الزنقه. أيوه. هنا في اندورا ما عمري لقيت شي حد ناعس في الزنقه.
احنا هنا يا جماعه ما فيش واحد بينام في الشارع، ما تلاقيش عمرهم بيفرشوا مثلا جنب المباني ويناموا بالليل او في محطه قطر بيناموا بالليل او محطه اتوبيس، هنا ممنوع. لا وشحات ممنوع، يعني لو واحد دلوقتي جاي يشحت البوليس بيمسكه على فرد. على طول فرد اندورا كل حاجه عندهم فرد اندورا. ايوه اندورا صغيره بزاف، ما خصش تنقل من هنا لهنايا. ايوه اللي غيشدوك من هنا يعرفوك مثلا، يقدر يعطيوك انذار الاول فهمتي، يعطوك انذار، يقدر يعطيوك انذار بحال شي حاجه بسيطه بحال الانذار الاول، ثاني خصو يخرجوك على اندورا. تقعد تتمنع من دخول اندورا قد ايه بعد المشاكل؟ خمس سنوات. خمس سنين ما تدخلش اندورا. لو زورت ورقه، لو عملت شحت هنا، لو عملت حاجه مشكله، على طول تطلع بره اندورا خمس سنين. عشان كده البلد نظيفه، وعشان كده مفيش سرقه، وعشان كده مفيش مشاكل كتيره، مفيش خناقات، مفيش شيء، البنات بتمشي براحتها. حتى مثلا احنا عندنا مثلا كتسمع في فرنسا في اسبانيا شي واحد ضرب شي واحد، شي واحد قتل شي واحد، هنا مفيش جريمه. هنا في اندورا ما عمري سمعت شي واحد راه قتل شي واحد. ما حدش قتل حد؟ لا ما انا بعدا ما عمري سمعت. عمرك ما سمعت؟ مثلا تقدر تقطع قصيده مثلا بالطوموبيل، تقدر توقع قصيده بالطوموبيل. اما بمط بسكينه بشيء ما فيش. لا 11 سنه ما سمعتش عمرك. 11 سنه ما عمري سمعتها. واو واو والله ما عمري سمعت شي حاجه كاع. كنسمع كيما قلت لك حدا لو وقعت شي قصيده لو وقعت شي حاجه، ولا وقعت شي حاجه صغيره كيسمحها تسمحها اندورا تقريبا كامله. ايوه توقع قصيده مثلا هنا في اندورا في السنترو، توقع شي حاجه او في سيرات او في مكان، تخرج في الجرنال غد ليه هضروا عليها كاملين وكل شيء يعرفها. ايوه هنا في اندورا عشان صغيره قوي فالكل عارف بعضه، ولو رحت فين هيتتجاب. صح داك الشيء اللي كاين، تصور تقدر اي حاجه مثلا وجهك غدا مثلا درتي انت مشكل، انت اذا شي مشكل غدا كل شيء يعرفها. ايوه يعرفوك حتى بوجهك اذا كان زوجك، عارفين كل حاجه. صح. وعارفين المحترم محترم، واللي بيعمل مشاكل بتاع مشاكل، بيطيروه مش عايزين وجع دماغ. لا لا ما خدناش مشاكل هم. يعني دلوقتي نصيحه للناس اللي عايزه تيجي اندورا وعايزه تيجي تقيم هنا وعايزه تشتغل وبتاع، ايه النصيحه اللي انت بتديها لهم؟ نقدر نعطيهم النصيحه اللي كنقول لك، اللي عنده بحال دابا فيه المشاكل ما يحتاجش يجي ليها. ايوه اللي عنده مشاكل اللي كاين هو المشاكل، مثلا احنا بحال دابا مثلا بالاخص الناس ديالنا احنا العرب. ايوه اللي كيبغي المخدرات، اللي كيبغي ديك الروينه، هنا تقدر تشرب. ايوه الناس اللي بتشرب كتير، الناس اللي بتتاجر في المخدرات. أيوة. الناس كده ما تجيش اصلا احسن. ايوه لكن الواحد باغي يضيع في الوقت ديالو. أيوة. الناس تقدر تشرب هنا، بعدا الدراري ديالنا كنعرفهم هنا وكيشربوا يسكروا كيشربوا بزاف. أيوة. ولكن المشاكل لا يمشي ديالو. يا اما قريب يقدر يجي يبيعوا ولا يدير هكاك. ايوه ملاش ليه فرد اندورا على طول. اتمنى تكون حلقتنا مع صديقي بدر عن الامن هنا في اماره اندورا عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعونا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك حجاجوفيتش، تعملوا فولو صفحتنا الرسميه على اليوتيوب حجاجوفيتش، تعملوا سبسكرايب فعلوا الجرس عشان يوصلوكم فيديوهاتنا الجديده اول باول، صفحتي على الانستغرام حجاجوفيتش فيها صور فيديوهات حصريه مش موجوده في اي حته ثانيه. اشوفكم على خير باذن الله في حتت ثانيه كتيره جدا. احمد حجاجوفيتش، سلام سلام.